شفنا حنا شفنا ولادنا شفنا ولادنا لاباس عليها هذا رسالة ديالك المسؤولة. كلشي ما عندي عندي حتى شي حاجه الخزانه كنعرفو ديال الفيدي ما فهمت وانا ما عارف بغينا عارف حتى شي حاجه واحد ماشي السميه ديالك صافي اشنو المشكل ديالكم اخويا؟ المشكل ديالنا حنا ودي واحد السيد نصب علينا اش دالك انت؟ انا دالي الدار فيها 40 متر قال لي انا نوقف معاك على حساب الورق الضو داكشي انا مساليش كنخدم في المرسى خياط في الشباك فسميتو وجا قال لي نتعاون معاك هكا تلاقيت معاه قال لي نتعاون معاك عندي هادي عندي هادي داني كيدورني في الفيرما ديالو وداكشي داني كيدورني كيوريني زعما وداكشي صافي تقت فيه انا نقول هاد السيد يقدر يتعاون معايا وداكشي وبقيت كنعطيه في الورق ديالي تدالي كلشي الورق ديالي انا المشكل عندي باش ندخل الدور ما عندي حتى مشكل عادي تلاقيت مع هاد الشيء قال لي نوقف معاك هكا هكا انا كان هو اللي مقدم ديجا قبال تما انا عرفت انا سميتو ما عرفتوش كاع اش كيدير تا سولت عليه الناس وداك الشيء تا وقع ليا اللي وقع ليا وسولت عليه الناس وداك الشيء وقال لي هذاك خطر نصب هذاك ما خلى ما دا ما خلى ما دار هكا صافي مشيت نتصدى ما عرفت باقي اش ندير ما عرفت اش تبليت وانا ساكن عا في براكه دابا انا ولادي ها هما ولادي نيت تكرفس علينا خرجني من الدار ديال الشكايه بما نخرج من الدار ولا نصيفطك للحبس وهكا تكرفس عليك الشكايه انا والمراه باقي فهمتي وفي الاخر قال لي خصك تخويا الدار باش ندير لك التنازل باش ما نصيفطك للحبس وداك الشيء صافي كنشوف ما عندي ما جد ما ندير صافي مشيت دار لي التنازل في الاستئناف هنا دار لي التنازل وداك الشيء ما عرفت انا كيفاش هو كيدخل المحاكم كيدير ما باغ فهمتي شحال انتم عدد الضحايا انا عدد الضحايا انا دابا 4 كاينين وكاينين الضحايا كثار دابا كل واحد باقي الا شاف الا شاف الناس الا شافوا الضحايا الناس اجيو تما يدخلوا يبلغوا يديروا الشكايات ديالهم وداكشي انا دا داكشي اللي علينا حنا درناه وبنا العداله جبلينا حقنا يعني الرساله ديالك المسؤولين اليوم يعني انا كنطلب من المسؤولين يجبدوا لي حقي من هاد السيده تعدى عليا وشردني انا ولادي صافي داكشي كنطلب لا شكرا. فكما سمعتوا إخواني الكرام فهؤلاء مجموعة من الضحايا ديال هذا السيد اللي قالوا بأنه يعني كينصب على مجموعة من الناس وخذ لهم العقارة ديالهم كاين اللي خذ ليه الأرض ديالو كاين اللي خذ ليه المنزل ديالو حسب بطبيعة الحال القول ديالهم فاليوم يعني هما كينظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمدينة أكادير من أجل إيصال ديال الصوت ديالهم للمسؤولين والجهات العليا بالبلاد. فكما سمعتوا هذا الأخ يعني خذ ليه الأرض ديالو بطبيعة الحال يعني خذ ليه المنزل يعني سير مع حسن سير مع حسن وغوغرو ديال بغا. السلام عليكم انا سميتي الياس حفيظي السلام عليكم انا سميتي الياس حفيظي مواطن مدينه اكادير اليوم واقف قدام محكمه الاستئناف باش انا والعائله ديالي والجيران ديالي و وواقف مع العائله ديال الضحايا. حنا هاد السيد الهدف ديالنا شنو هو؟ بغينا هاد السيد كاع المواطنين المغاربه يعرفوا واش كيدير واش كيسوى كيتعدى على عباد الله الغني كما الضعيف الكذوب كيهضر في سميت الاسلام هادشي كاع اللي بقى فيها الحال. انا الدليل سيدي 112 متر فابور الطريقه كما قلت لك كيجي كيقول لك غادي نعاونك في النزاع ديالك فهمتيني كيدك عند محامين اصدقاء ديالو كيعيط عليا انا مع 8 الصباح كل صباح كيقول لي اجي اخويا الياس هكا كيقول لي اجي اخويا الياس
معايا تشوفني اش كندير فهمني فعلا فاش كنمشي انا عنده ما انا بغيت نتعلم الحمد لله كنقول غنتعلم كما بنادم كيتعلم حتى كيموت المهم انا كما قلت لك دخلني في ديك من الاول كيقول لي انا الصديق ديال المرحوم ديالك وانا الوالد ديالي الله يعمره دار ما ديما الناس كيذكروا عليا بالخير قلت يمكن هذا الصديق ديالو عقل على الخير ديال الوالد غادي يتعاون معايا في هذه القضيه فهمتي انا ديك الساعه ما بغيتش نبرز عائلتي ما بغيتش نبرز الاصدقاء قلت المشكل درته لراسي خصني نفكر راسي دونك جا هذا السيد انا كنقول راه صيفط لينا سيد ربي سبحان الله وتعالى ولكن هذا السيد هذا كيجي كيقول لك غادي نعاونك وكيصيفطك للحفره وباغي يصيفط كاع بنادم من الحبس كيبغي يصيفطك كيبغي يدرك مجرم بلاصتو راه هادشي وعباد الله خايفين عباد الله خايفه في هذه المدينه دكادير ما عرفت علاش خايفين بحال ما هاد الساعه انا اللي كنعرف كاينين 9 ديال الضحايا 4 باش 4 ديال الضحايا منهم تبدلنا الوثائق ديالنا وتكلمنا على هذا الموضوع ودرنا شكايه مجموعين ونورمالمون راه كاين اكثر من 10 ولا 15 ديال الضحايا هادشي اللي كاين اييه كاين واحد السيد تا هو دري هنا واحد الفيلا في ايليغ وداكشي كيقولوا بنا داخل فيها حتى النوطير فهمتي نورمالمون كنديروا الثقه في النوطير الا غادي تمشي لعنده ولكن النوطير الا كيتولي كيدخل مع هاد النصابه راه هادشي راه خطير وحنا ما خصناش هادشي راه بلاد الاسلام وبلاد الحق هادي هادشي راه انا ما كيتقبلوا ليهاش العقل بعدا فهمتيني هذا بنان ما خصنا نلقاو ليه شي حل راه انا كنت نتسطى واحد الوقيته واحد السيد حتى هو معايا نصاب كنقول واش غادي نمشيو ناخذوا حقنا بيدينا طرجعنا اللور كنفكروا في والدينا في عائلتنا كنقولوا ودي غادي نمشيو هو اللي غادي ينتصر وان شاء الله كنتمنى الناس اللي مهمين واللي قويين في هذه البلاد ومسلمين يقفوا معنا الله يخليكم باش نفكوا هذا المشكل ونحيدوا هذا المجرم من مدينه اكادير هذا الشيء اللي بغيت نقول لك اخويا الله يعطيك الخير شكرا بطبيعة الحال كما سمعتوا إخواني الكرام هذا واحد آخر من الضحايا اللي تم النصب عليه في المحل ديالو أيضا في أرض عقارية من طرف هذا الشخص اللي يعني ربما كما قال أن عدد الضحايا ديالو بلغ أكثر من 10 أشخاص فالرسالة ديالهم كيتمناو من السلطات العليا بالبلاد بأنها تدخل في هذا الملف من أجل فتح تحقيق في كل ما يجري وفتح تحقيق في كل ما يقوم بهذا الشخص من أعمال فكنتمنى أن الرسالة ديال هذا النص توصل إلى هنا إخواني الكرام نأتي على نهاية هذا البث المباشر على أمل لقاء بكم في لايف آخر بإذن الله تعالى وبركاته.